السلام عليكم، مسيكم بالخير. سوق الكسد بهاليومين احس انه مضروب ويبغى له تعديل ويبغى له تصحيح، فودي اني يصير في موقع مثلا متخصص لبيع كذب جاهز، لانه الناس صارت بعض الناس صار يكذب كذب عاش ما تنبلع. احنا نبغى يعني كذبة ممكن تتماشى مع يعني طلبات الناس وطلبات الجمهور، يعني يصير يعني مهضومة شوي ويصير فيه تقييم لكل كذبة، يعني اللي هي أقرب للحقيقة، هل هي أقرب للخيال مضبوط، هل الشاب اللي الشخص اللي يلقى الكذبة حبكها ولا مضطرب ولا ما عارف يقولها، ويصير فيه تقييم. يعني ما يصير أيضا الكذوب المتميز هذا يوثق حسابه، يصير يعني حسابه موثق عشان الناس يعرفون يعني يتعاملون مع مين. وأيضا يتم تصنيف خطورة الكذبة، لأني لاحظت أن بعض الناس ما يدري عن مدى خطورة كذبته، لأن بعض الكذبات يا الربع تراها أخطر من المفاعل النووي. والله العظيم تحوس الدنيا حوس حوس العالم، المفاعل النووي ناس يموتون يروحون، لا هذه ثابت وبعدين إثمه يستمر إلى يوم القيامة، ينمو يتزايد يموت بسرعيها وهي مرة باتلة معاه. فيعني لازم إنه يعرف مدى حجمها ومدى تأثيرها ومدى خطورتها، حتى الواحد ما يغامر يقول أي كذبة بس وكذا ويروح ويتركها وما يدري إيش بتسوي به. يكون في مثلا كذب بلدي، كذب مستورد، كذب معاد تصنيعه، كذب جديد، كذب مطور. أيضا يعني ما يكون بس يعني واحد يدخل أي مجال ويكذب فيه أو هذا أو يقول شيء يحسب الناس ما بعد عرفه، لا لا ودك إنه يكون. وبعدين أيضا الموقع يراجع الإنسان قبل ما يقول كذبته، يقول ها ترى عندنا الكذبة دي انتبه، تبي تعدل فيها عدل فيها، يعني ما يجيب شيء الناس عارفينه وما أدري صغير الأبطال، لا هذا يوجه ويعدل له ويعلمه كيف يكذب. بعض الناس الله يهديه ما يعرف يستخدم الكذبة الاستخدام الصحيح. من القصص اللي مرت علي انه في واحد اجدي راح للمجلس شيخ من شيوخ القبائل، هذه قصة يمكن عمرها تقريبا اكثر من 50 سنة، مار الرجال على المجبن على المجلس يوم اقبل عليهم يبي يجيب كذبة، وكان يتوقع المسكين كذبته انها عادية، ما توقع انها طامة وانها ممكن يعني تكون يعني كبيرة شوي. المسكين في خاطر القهوة يبي يدل بأي ثمن، المهم دخل المجلس وسلم عليهم وجاء طرف المجلس ويتفت له أنت يا الأمير أمير القبيلة، قال يا أبو فلان، قال نعم، قال بشرنا عنكم أموركم أحوالكم، وش شفت في الطريز وين جاي؟ قال والله يا طويل العمر وأنا جاي لقيت أثبتها لفلان أو أثبت في طريزي، اليوم أنا قبلت عليها لو أن تحتها طيارتين عسكريات نازلين العسكر وطيارين وحاطين معاميلهم وقهوتهم وشابين ضوهم ويبون يتقهون، يقول يوم اني اقبلت عليهم وشافوني وعرفوا وجهي، يقول والله هو يقومون وهم يصفقون دلالهم يكبونها على ضوهم وما ادري ايش يقول، يقوم هم يفزون وهم يركبون طياراتهم فحطون يتركوني انحاشوا وتركوني. اظن هاك الايام كان حرب 67 ثانية ماني بغلطان، و خوينا متحمس مع السالفة ويعلمهم، وهن الطيارين جالسين تحت الأسلة ويتقهون وما أدري إيش يقول، وفي المجلس واحد مثقف ورجال دمه حار عجز يبلع الكذبة. ويلتفت خوينا ذي اللي جالس في المجلس قال يا طويل العمر، قال أنت يا شيخ المجلس أو شيخ القبيلة، نعم يا أبو فلان سام مش عندك، قال خلنا نروح نشوف 3000 فلان نشوف كان في نار مشبوبة ولا دلة مكبوبة، خلنا نشوف. المهم ما ادري ايش صدق ما صدق، المجلس قام جا في غشنة حتي وذا، قال يا طويل العمر تراني وانتم كرامة تراني احيض ان كان الكلام صحيح. عن المسكين هج ونحاش وما طب المجلس بعد السالفة. صوروا معي أيام الجاهلية قبل الإسلام، والإنسان ما كان يرجو لا جنة ولا يخشى نار لأنه ما يدري عن شيء، كان الإنسان
يولد ويموت لم يؤثر عنه إنه كذب كذبة واحدة. قصة أبو سفيان مع هرقل عندما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد، وقال أبو سفيان: والله لو لم يؤثر عني أني كذبت كذبة واحدة لا كذبت عليه. تصوروا مشرك كافر أبو سفيان هكذا ما بعد أسلم، ولم يؤثر عنه أنه كذب كذبة في حياته. وحنا يا الإسلام والمسلمين اللي تذب عندنا زي سلام عليكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لكم شيء، سلام عليكم، تصبحون على خير.